متدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. للأسف يؤسفني أنني غادي ندير هذا التسجيل لإخبار أنني تعرضت لواحد العنف من طرف مدير المركز في إطار أننا كنا في أحداث إضراب ضد المنحة اللي ما تصرفتهاش من طرف الوزارة. والإضراب هو حق مشروع كيكفلوا لنا الدستور، وحنا بحال جميع الأساتذة المتدربين في المراكز الأخرى كل شيء داير الإضراب في إطار أنهم يتصرفوا المنح. في مجريات هذا الأسبوع الخامس من الإضراب، طبعا واخا داير الإضراب كاين تكوين ذاتي، لأننا فريمون ما بغيناش يدوز السنة التكوينية بلا ما نتلقاو بلا ما نتدربوا مهنيا. تنتلقاو مع الأساتذة ديالنا كيعاونونا كيقولوا لنا شنو تقرا وشنو ديروا البحوث التربويه الى اخره. في اليوم 30 من شهر مارس 2005 بعد الزوال تلاقينا مع استاذ مكون انا وزميلتي في اطار انها تعطيه التصميم نتاع البحث التربوي ويعالج معها الامور ديالها. قلت له واخا نتلاقى ماشي معك ماشي مشكل. طبعا مشينا عند الاستاذ هضر معنا سالينا غادي خارجين بحالنا. تعرض ليا المدير ديال المركز انا والصديقه ديالي فين غاديين. جانا السؤال بيزار، قلنا له استاذ حنا في المركز يعني علاش زعما كتسولنا هذا السؤال اش كديروا هنا؟ قلنا له استاذ واش ما قاريينش يعني ما حتى ما كيعطيناش حتى الفرصه اننا نهضروا. وبالتالي قلت له استاذ حنا رحنا مدربين يعني عارف الوضع، يعني هذا السؤال اللي كطرح عليا راك عارف الوضع، واش نتوما مدربين معهم ولا مع الاخرين؟ قلت له استاذ ما هذا الشيء ما فيهش حنا والاخرين، هذا الشيء مساله مبدا يعني انا مبدئيا ما تصرفات ليش المنحه راه غادي ندير اضراب ومن حقي، والاضراب حق مشروع كما قلت. فهاد الاطار كان لك واش دابا نتوما واش نتوما حيت هما دايرين الاضراب ولا نتوما يعني نفس الاستدراج بواحد الخطاب ترهيبي تخويفي. صاحبتي خافت قالنا واش غنشوف الاستاذ اللي كيقريكم. طلع لومبلوا، حتى لومبلوا اللي معلقه في الحائط هي ما ماشي هي لومبلوا، ما فيهاش ماشي لا دات فيها قديم من 23 مارس. صافي قالنا دخلوا عندي البيرو نتفاهموا انا وياكم. قلنا استاذ ما تهضرش معنا بهذا المنطق. خفنا دخلنا عندو البيرو، قولوا لي الاسماء ديالكم، نتوما فلسفه نتوما. يا سيدي حنا فلسفه ودايرين اضراب بحالنا بحال عباد الله. بدا يعني كيهضر معنا بخطاب بوليسي خطاب تهديدي. انا نطقت قلت له استاذ ما سمح لي ما تهضرش معايا بهذا الخطاب الغير تربوي، تحدث معايا بخطاب تربوي. حنا انت مدير كنحترمك، حنا اساتذه متدربين احترمنا، ما تهضرش معنا بهذه الطريقه بهذا التنديد. وانا غنوريكم يعني كيستعمل كلمات ديال الشتم والسب والتخويف والتهديد كلمات نابيه. صافي قلت له استاذ سمح لي ما تسمح لك ما تسمحي لي انا صافي سالت الهضره خرجي عليا انت وياها. صافي جرنا خرجنا من البيرو وبقيت انا مشاده مع صاحبتي خافت بدات كتسمع داك التهديدات ديالو وهربات مشات لواحد لوكوان بقات كتبكي. انا قلت له استاذ ما تهضرش معنا بهذه الطريقه. جرني من الطابليه ديالي وشنشني قدام الاداره وقدام الموظفين ديال الاداره وقدام الشاوش، يعني كل شيء كيشوف على عينيه. والناس من موراه الناس ديال الاداره كيقولوا لي صافي اسكتي ما تهضريش صافي معليش راه مقلق. لا مقلق ما يقول ليش، انا الله يعاوننا ويعاونكم، انا في اطار تربوي والدوله كتحميني، انا ما رانيش في الدار باش يقول في دارو ولا في شي مركز. المركز ديال الدوله ما ديال حتى شي واحد، هو خدام كمدير حنا كنحترموه، وفي اخر المطاف انا بقيت حتى الاخر سميتو وانا كنحترموه، وهو نتوما بنت الحرام نتوما يعني لاش هاد الكلمات النبيه وهاد الكلام اللي ما عنده حتى شي معنى. صافي جروني الاداره كيرغبوني، ما تقبلتش فريمون ما تقبلتش انني صافي ما بقاش انا عندي انا داك الافق اللي كنت كنتصور. التجئ للقضاء بيان سور عندي التجئ للقضاء انا، لان ما منحقوش ما كاينه حتى شي صيغه قانونيه باش يدخلني لفوسط البيرو ديالو، وما عنده حتى شي صيغه قانونيه باش يهضر معايا بديك الطريقه، لان ما في اخر المطاف حنايا في مجتمع محافظ ما يسدش عليا البيرو انا وصاحبتي، وما يجريش عليا بديك الطريقه الهمجيه، وما يتعاملش معايا باسلوب غير لائق، يهضر معايا بكلام
الكلام التربوي، وانا ضد انه يتحدث معايا بكلمات نبيه، ما منحقوش نهائيا، في حين انني انا اللي يلاه بديت المسيره ديالي كنت تحدث معاه وكنت مسؤوله في الكلام ديالي، وكنت سميتو الاداره تشهد على ذلك. على كل مشيت لان الاعصاب ديالي صافي انهارت، نشط الزملاء ديالي قلت لهم راه اشطرالي صافي السخفه شدتني، مشيت باش نشرب، ما بقيتش عاقله على راسي، تلقيت راسي راني في المستشفى فوسط في الاحداث اللي انا راني مشيت نسميتو. قال ما عرفتش واش النائب المدير ولا الموظفين مسحيها فينا، سمحي لنا ما كاين حتى مشكل، راه معصب وراه غير فجر فيكم نتوما وبغى غير يخوفكم حيت داري الاضراب، وهذا الشيء ماشي معقول، ودخلوا تقراو. انا ماشي هي الناس كاملين، انا ما عندي مع حتى شي حاجه شخصيه باش يجي يهضر معايا، انا وصاحبتي منين سمعت داك الكلام هربات ومشات بحالها، ولكن انا بقيت كنحتج، من حقي نحتج على انه ما يهضرش معايا بداك الاسلوب الهماجي وداك التهديد وداك السب ودوك الكلمات النبيه، بقاو فيا صافي لدرجه انني انهارت، لقيت راسي في داخل المستشفى. الان انا كناشد الوزاره التربيه وكناشد المسؤولين انهم يشوفوا في هاد الوضعية، سواء ديالي لأنه كاينين طالبات معايا وحدين أخرين بدون ذكر الأسماء، وكاينة أستاذة مكونة تهي تعرضت للإهانة وتعرضت للسد والشتم، وتهي هزوها في الأمبيلونس، يعني ماشي الحالة ديالي بوحديتي، وأنا كان طالب بأي معنى هاد السيد كيتعرض غير العيالات من دون الرجال، عنده مشكلة مع المرأة، نعرفوا حنايا هاد المشكل، الوزاره خاصها تعرف هاد الشيء وتحرك ودير الاجراءات ديالها، لان هذا اسلوب همجي ما كيقبلو حتى شي واحد. صافي هادشي اللي بغيت.